سيد قطب يقول بحرية الاعتقاد، وحرية الاعتقاد يعني شنو يا جماعة؟ كتاب دراسات إسلامية صفحة 13، يعني شنو حرية الاعتقاد؟ أنت حر تكفر أو تسلم أو تنكر وجود الله. الله أداك الحرية دي، ده معناته كده، الله أداك الحرية دي، وده كذب، لأنه ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم شنو؟ مسلمون. ما في دين تقابل به الله بيقبل منك إلا وإنت مسلم دين الإسلام. عشان كده ربنا قال ومن يبتغي، دي الآيات دي بتنسي في موضوع حرية الاعتقاد ده، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وربنا قال إن الدين عند الله الإسلام. شوف سيد قطب بيقول شنو في كتاب دراسات إسلامية لسيد قطب طبعة الشروق، قال وكانت ثورة على طاغوت التعصب الديني، ومنذ ذلك وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. طبعا ده قال دليله على حرية شنو؟ جواز حرية الاعتقاد. وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال سيد قطب لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماح المطلقة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. والله من أبطل الباطل. لو كان أصلا ربنا عافاهم إنه يسلموا وأدام الحرية إنهم يكفروا، ما كان أمر الرسل إنه يدعوهم للإسلام، ولا كان أصلا ربنا رسل الرسل من أساسه يا أخواننا، ولا كان ربنا أنزل الكتب، كان خلاهم كفار ودخلهم الجنة. صحيح ولا ما صحيح؟ دي من أفسد العقائد، وبينادوا بها الأخوان المسلمين كلهم بالمناسبة، كلهم. عبد الحي بينادي بها، ده رسالة الدكتوراه عمله في جامعة أم درمان الإسلامية وناقش له الحبر. يوسف شفت كيف في صفحة 265، الصفحة 265 يقول عبد الحي يوسف نفس الكلام، المبحث الثالث ضمانات الحرية في الإسلام، ده العنوان. إن الإسلام حين يعطي للناس حرية الكلام بعد حرية الاعتقاد فإنه يحيط هذا الحق بضمانات تمنع عنه الحيف والانتقاص إلى آخر. يعني قال الإسلام شنو؟ بيعطي الناس أول حاجة حرية الاعتقاد، بعد ذاك حرية شنو؟ الكلام. وده كذب. الإسلام يدعوك إنك تبقى مسلم، وإذا بقيت كافر ورفضت الإسلام أنت ماشي وين؟ ماشي الجنة، ماشي النار، وإذا أسلمت ماشي الجنة. فده مناقضة لأصل الدين وجميع رسالات الرسل النازل بنقضوها تماما بالمناسبة. وده أخطر من أخطر الكلام، ما تظن الكلام ده كلام بسيط. أما الآيتين اللي استدل بهم سيد قطب لا إكراه في الدين، الآية دي فسرها العلماء عدة تفاسير، ما فيها تفسير واحد في جميع كتب التفسير قال إنه الإنسان يجوز له يكفر وحر في عبادته وحر في عقيدته، ما في تفسير. قالوا الآية دي منسوخة بآية السيف بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. تفسير ثاني قالوا الآية دي لا إكراه في الدين معناها إنه الدين الإسلام من قوته وقوة دليله وحجته ما بيحتاج إنك تجبر زول لو كان عاقل بيشوف الحجج الإسلامية دي وبخش بدليل تمامة الآية لا إكراه في الدين قد شنو؟ قد تبين الرشد من الغي، يعني دين واضح، يعني ده معنى الكلام. تفسير ثالث، ودي مجمل التفاسير أنا جمعتها، تفسير ثالث وده رجحه الإمام الشنقيطي وغيره في دفع إيهام الاضطراب وغيره، ده تفسير ثالث قالوا ده خاص بأهل الكتاب، الآية دي بالذات أهل الكتاب المعطين للجزية، ونقل الطبري بإسناده ونقل غيره بإسناده إنه المرأة من الكفار كانت تكون مقلاتا، يعني ما بتلد، فتنذر
إن وهبت ولد أن تجعله في اليهود، لأنه المشركين ما كان عندهم كتاب، لكن شايفين اليهود عندهم شرف لأنه عندهم كتاب وإن كان محرف. فقالوا إذا ولدت أنذر ولدي أودي لمنه لأهل الكتاب لليهود. فلما جاء الإسلام بقوا في أبناء كتار من أبناء الأنصار، وده كان في المدينة، كانوا عند اليهود، فدارين يجبروهم ويكرهوهم إنهم يرجعوا للإسلام. ربنا قال طالما ديل والأبناء بتعنكم بيدوا الجزية لا إكراه في الدين. فهذه ثلاثة تفاسير، خلاصة ما جاء في تفاسير أهل السنة، الخلاصة خلاص ما فيها تفسير واحد لا دي لا غيره. قال إنه معناته الإنسان حر، ممكن يكفر ويجوز له ويلحد، ده والله ما فيه، وإلا ليه اللي بقى في رسله في دينه في إسلام أصلاً؟